للمزيد من النقاش حول هذا الملف ينضم إلينا من دبي يحيى تشو شيوان خبير العلاقات الدولية. سيد يحيى أهلا وسهلا بك معنا. أنا سأبدأ معك من دعوة الصين للولايات المتحدة الأمريكية بوقف التدخل في شؤونها الداخلية، تصريحات ربما ليست بالجديدة، ولكن ما دلالتها في هذا التوقيت الحرج؟ أعتقد هذه مرة يعني تم اتصال هاتفين بين وزير الخارجية الصيني ونظيرها الأمريكي، يعني يركز على كيفية تحقيق عودة العلاقات الثنائية بين الصين والولايات المتحدة إلى مسارها الطبيعي. كما نعرف أن العلاقات الثنائية قد شهدت تدهورا مستمرا خلال السنوات الأخيرة، وهذا يرجع إلى سبب الولايات المتحدة استمر في تدخل في الشؤون الداخلية وخاصة في مضيق تايوان. فنعرف أن مسألة تايوان هي من الجواهر الرئيسية بالنسبة إلى الحكومة الصينية، ولكن للأسف الشديد تستمر الولايات المتحدة في تدخل في هذه المسألة. شهدنا يعني قيام زيارة نانسي بيلوسي إلى تايوان في أغسطس العام الماضي، وبعد ذلك هناك مرات إجراءات تم التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وتايوان في مجال التجارة الثنائية. فكل ذلك يعني تدور العلاقات الطبيعية بين الصين والولايات المتحدة. ففي هذا الصدد أعتقد أن أكد رئيس وزير الخارجية الصيني تشين غانغ مرارا وتكرارا الموقف تجاه الولايات المتحدة، أن وهو إذا تستمر الولايات المتحدة في تدخل في الشؤون الداخلية الصينية فلا تستطيع العلاقة الثنائية بين البلدين أن تعود إلى مسارها الطبيعي أبدا، لأن هذا تتعلق بمصالح جوهرية للحكومة الصينية، فلا تستطيع الصين أن تقدم تنازلات. طيب أستاذ يحيى، إذا اعتبرنا أن الصين تعتبر أن تدخل وشراكة الولايات المتحدة الأمريكية مع تايوان هو تدخل في شؤونها الداخلية، تدخل في شؤون الصين الداخلية، ولكن في المقابل الولايات المتحدة الأمريكية لا تعتبر هذا وتقول أنها تدعم استقلال تايوان لأن تايوان تريد هذا الاستقلال، كيف ترد؟ في الحقيقة أعتقد أن ذلك ليس يعني صحيح. كما نعرف كيفية كما أقول إقامة علاقات دبلوماسية مع جمهورية الصين العربية، هناك شرط أساسي ألا هو اعتراف بمبدأ الصين الواحدة. فأعتقد أن الولايات المتحدة أن الحكومة الأمريكية تعترف بهذا المبدأ يعني منذ تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. طبعا نعرف أن الولايات المتحدة تدعم تايوان وتقدم مساعدات عسكرية ومساعدات اقتصادية وتجارية لها، ولكن على الأقل تعترف بمبدأ الصين واحدة. وإذا تستمر الولايات المتحدة في دعم تايوان وتدعم السلطة يعني القوات الانفصالية في تايوان، فلابد من جانب الحكومة الصينية أن تتخذ إجراءات صارمة لحماية مصالحها القانونية، وذلك من كما نعرف من الشؤون الداخلية الصينية. مهما كان الولايات المتحدة وحلفائها العسكرية تعترف أم لا، الصين ستبذل أقصى جهود لتحقيق التوحيد يعني بشكل سلمي طبعا، ولكن لم نترك إمكانية بشكل استخدام القوة. نعم أستاذ يحيى، هل التوتر بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين يعود في المقام الأول إلى مشكلة وقضية تايوان أم التنافس على الهيمنة الدولية أم التنافس على الهيمنة الاقتصادية والتكنولوجية وغيرها من الملفات؟ ما هو الملف الأول بالنسبة إليك؟ في الحقيقة أن الملف الأول في الحقيقة ترغب الصين في تحسين علاقات ثنائية مع الولايات المتحدة وطرحت مبادرات أو دعوات لتحسين العلاقات الثنائية، ولكن للأسف الشديد لم تنجح في ذلك. ولكن أعتقد الملف الأول ليس مسألة تايوان، لأن مسألة تايوان هناك أعتقد هي من ورق الولايات المتحدة
حتى من تيمات تنمية صينية وليست المركز. المركز هو يعني كيفية تحقيق التوازن بين البلدين، فهذا طبعا الصين دايما تعتبر الولايات المتحدة إذن ما هو الملف شريكا الأول؟ ما هي تجاريا المشكلة الأولى واقتصاديا. أو العقبة الأولى في العلاقات بين البلدين؟ أعتقد الملف الأول يعني المشكلة الحقيقية بين البلدين، ألا وهو الولايات المتحدة لا تريد أن ترى التنمية الصينية باستمرار. أيوة، أعتقد هذا هو الجوهر الرئيسي بالنسبة إلى الحكومة الأمريكية، لأنها تريد أن تبقى في المقام الأول في المجتمع الدولي، ولا تعترف بأسلوب التنمية الصينية بشكل سلمي. فأعتقد أن خلاف بين البلدين. نعم، هل البلدين الآن أو عودة العلاقات إلى يعني قليل من التوتر الآن في هذه المرحلة يحتاج في المقام الأول إلى تغليب لغة الحوار أو العودة للحوار بين البلدين وبين الأطراف الأساسية في البلدين أم ماذا؟ في الحقيقة أعتقد أن الولايات المتحدة في الحقيقة لا تريد أن تتحول العلاقات بين البلدين بشكل يعني مستمر إلى الأبد، لأن هذا لا تصالح مصالحها بشكل كامل. فنرى ربما قيام وزير الخارجية الأمريكي بزيارة إلى الصين قبل بعد بضعة أيام. فأعتقد أن الولايات المتحدة ترغب في إجراء المحادثات مع الصين أيضا، ولكن هذا يعني من جهة واحد فقط. من جهة أخرى تستمر الولايات المتحدة في تقديم المساعدات وزيادة معسكراتها العسكرية بجانب الصين. فأعتقد أن الولايات المتحدة تستخدم أسلوبين يعني إقناع الصين على قبول ذلك، ولكن للأسف الشديد الصين لم تقبل بذلك، لأن الصين ستحمل مصالحها المشروعية بخصوص بخصوص لغة الحوار أو الاجتماعات المشتركة بين البلدين. كما تعلم كان من المفترض أن يكون هناك لقاء بين وزير الدفاع الصيني ونظيره الأمريكي، ولكن ربما الصين رفضت عقد هذا اللقاء، ولكن واشنطن دعت إليه وما إلى ذلك. برأيك لماذا لم تشجع الصين على عقد هذا اللقاء بين وزيري دفاع البلدين؟ بالحقيقة قد أجبت هذا السؤال قبل قليل، لأن الولايات المتحدة لا تريد أن إجراء محادثات السلام بشكل يعني بشكل حقيقي فقط، فهي أسلوب لها. فهكذا قد رفض وزير الدفاع الصيني هذا الطلب. أعتقد إذا ترغب الولايات المتحدة في إجراء المحادثات الحقيقية مع الصين، فممكن لا تتدخل أو توقف استخدام يعني ورقة تايوان وورقة بحر الصين الجنوبي للحد من التنمية الصينية. إذا تفعل الولايات المتحدة ذلك، فأعتقد أن الحكومة الصينية سترحب بهذه الإجراءات وتبدأ إجراء المحادثات مع الولايات المتحدة، حتى ذلك تصالح الجانبين لعودة العلاقات الثنائية إلى مسارها الطبيعي. وذلك أعتقد ينفع ليس بالنسبة إلى البلدين فحسب، بل بالنسبة إلى الاستقرار والتنمية في جميع أنحاء العالم أيضا. نعم، بخصوص ما ذكرته منذ قليل وهو التوتر في بحر الصين الجنوبي، هل أصبح المنظور نعم الأمني والمنظور العسكري هو المسيطر على مسار العلاقات بين البلدين في هذه الفترة؟ أعتقد لا. إذا تسألني هل هناك إمكانيات اشتباكات بين البلدين، أعتقد لا. فقط في خلال هذه الفترة هناك تنافس بين البلدين، ولكن هذا التنافس يعني لا ترجح بدون أن يكون هناك أي اشتباكات عسكرية بين البلدين خلال هذه الفترة؟ أعتقد لا، لأن تعرف أن الولايات المتحدة والصين كلاهما من الدول تمتلك بقوة نووية، فإذا يعني اندلعت الاشتباكات فربما ستؤدي إلى كارثة إنسانية عظيمة، فذلك لا يصالح جميع دول العالم. ولكن إذا اندلعت الاشتباكات ربما أسلحة تقليدية، ولكن هذا لا ليس كما شاهدنا في روسيا وأوكرانيا، رغم أن نيتو تقدم مزيد من المساعدات العسكرية لها، ولكن لم تتبارك بشكل مباشر مع روسيا، لأن هذا
يؤدي إلى تداعيات غير مسبوقة في العالم. فأعتقد أن هناك إشتباكات، إمكانية الإشتباكات بين البلدين ضئيلة جدا.